نشوف بقى أول اتصال تليفوني وبعد كده نكمل حكاية انقلاب تركيا. معنا مين؟ أستاذ بغدادي من مصر. تفضل يا أستاذ بغدادي. السلام عليكم أستاذ حسام. وعليكم السلام. والله يا أستاذ حسام بالنسبة لحضرتك كاتبين ما فيش فرق بين الانقلاب الدموي اللي حصل في مصر وانقلاب تموز الفاشل في 15 يوليو 2016. نعم. أنا حضرت الانقلاب ده، كنت بتفرج على التلفزيون على قناتكم وحدث الانقلاب في الساعة 11. ولكن يا فندم الفرق بين الانقلاب مصر وانقلاب تركيا هو الوعي. الوعي. نعم. الوعي يا فندم بالنسبة للشعوب، يعني حينما أصدر الرئيس أردوغان كلمته المشهورة وأصدرها على إيه؟ على تليفون مع قناة معارضة. صحيح. يعني الوعي المعارضة والمؤيد لأردوغان كانوا ضد الانقلاب العسكري. يعني الرئيس أردوغان لما اتصل بالتليفون وقال يا أخواننا كل ينزل الشارع، كله كان نزل الشارع الشعب وأسقط الانقلاب. ده بنتكلم عن الوعي، وعي الشعب يا فندم. نعم. وعي القيادات في تركيا يختلف تماما عن وعي الشعب المصري في 2013. لا انا اعترض تماما على هذه الجزئية. الشعب يعي جيدا ويفهم جيدا لكنه ضلل، يعني اندحك عليه، اتقال له انه ما فيش امل، قال له انه الدنيا بايظة، قال له ان احنا لازم يحصل تغيير، ضل. لكن الشعب المصري بنثق في وعيه ونثق في قدرته على أنه يرى الأمور بشكل صحيح. بعضهم ضل، بعضهم قبل بهذه الآراء، لكن اتضحت الصورة له في المستقبل. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ بغدادي من مصر. معنا اتصال كمان. أستاذ حسن من أمريكا. تفضل يا أستاذ حسن. أستاذ حسن. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كنت سامع حضرتك من شويه بتتكلم على مرتضى منصور وكده، مش انا لسه داخل فالكلام صح مش كده؟ حكي موضوع الحلقه عن مرتضى منصور. لا لا، موضوع حلقتنا النهارده عن الانقلاب العسكري الفاشل في تركيا قبل 4 سنوات، وبنتكلم عن تفاصيل هذا الانقلاب ومقارنته ايضا. لو كررنا وتحدثنا عن المشهد في مصر في 2013، ماذا سيكون الحال لو الشعب تحرك وراى المشهد كما راى الشعب التركي؟ الشعب المصري قادر انه يغير النظام الفاشل الموجود في مصر. وانا معاك ومتفق معاك، ده هيحصل، بس هي مساله وقت يا استاذ حسام. نعم. مساله صحيح. وقت نستجمع قوتنا ولازم نبقى كلنا ايد واحده. الشعب ضد النظام الموجود، بس للاسف الاعلام مبين غير كده. الاعلام غطي، الاعلام زي ما اتقال عليهم دول سحره فرعون. نعم. سحره فرعون فعلا، بيقلبوا الحقائق وبيقلبوا كل حاجه. نعم. الشعب التركي عشان يعني داء مرارة الديكتاتورية اللي كانت قبل أردوغان، فعشان كده حتى المعارضين لأردوغان نزلوا ودفعوا عنه. هم ممكن معارضين لسياسات معينة بالنسبة لأردوغان، لكن هم بيحبوا بلدهم وإحنا بنحب بلدنا، ولازم هنشيل السافل الموجود دلوقتي اللي بيقتل في الشباب وبيسجن وساجن الشباب. بشكرك وضحت الصورة أستاذ حسن. بشكرك شكرا جزيلا على اتصالك ومشاركتك معنا. أستاذ محمود من القاهرة، تفضل يا أستاذ محمود. السلام عليكم يا حسام. وعليكم السلام. أنا حضرتك زعلت كده من كلمة الوعي، فبصراحة ربنا أنا كمان زعلت منك خالص. ليه؟ أنا بقالنا 7 سنين، وعي إيه؟ أنا الشعب اللي عنده وعي يا أستاذ حسام. في فرق بين الشعب عنده وعي وفي فرق بين الشعب مغلوب على أمره، ولا أنت إيه رأيك؟ لا احنا مش مغلوبين على امرنا، احنا عايزين نبقى اصل كده، احنا عايزين كده نبقى ما عندناش وعي ولا عندنا اي حاجه خالص. ليه؟ انا لو عندنا استعداد ان احنا نتحرر ونبقى ناس نضاف كنا طلعنا وجينا على نفسنا، انما احنا للاسف ما فيش الكلام دوت. لا يا استاذ محمود، لا انا يعني لدي امل في الشعب المصري، وامل كبير قوي، وارى انه الشعب المصري سيحين له ان يتحرك وستاتي الفرصه ان يتحرك. امتى يعني؟ امتى الكلام دوت يا استاذ حسام؟ انت حضرتك بقالك 7 سنين وغيرك بقالنا 7 سنين بنتكلم مع الناس عشان ننمي الوعي. مفيش وعي، الناس بتزيد. طيب. في الارض. خليني اقول لك حاجه حلوه. الناس في عز القهر وعز الذل وعز الجوع وعز الميه اللي بتروح وعز الغاز اللي بيضيع وعز الارض اللي راحت، ولا في وعي ولا في اي حاجه يا استاذ حسام. طيب تيجي نقول وعي. وعي ايه بس يا جماعه؟ يا جماعه ما فيش حاجه اسمها وعي، حاجه اسمها ما اخذ بالقوه لا يراد الا بالقوه.
طبعا الكلمتين اللي حضرتك قلتهم دولة دول يجوا من الفاضي ولا يجوا من الناس لازم تفهم وتعي جيدا ان كل يوم بتتاخد منهم ومن حقوقهم حاجه جديده؟ مش ده دور الاعلام يا استاذ؟ بعد 50 سنه بعد مصر كلها تسلم، بعد ما مصر كلها تاخدها اسرائيل وتخش تمشي فيها زي ما عايزه شمال ويمين، انهي وعي يا استاذ حسين؟ طب اسالك سؤال، اسالك سؤال استاذ محمود، طيب فقدنا الاتصال بالاستاذ محمود. طيب استاذ محمود خليني ارجع اقول لك وياريت تعود الاتصال بينا مره تانية، مهم جدا بالنسبه لي. طيب تعالى يا استاذ محمود، اتفضل معايا يا استاذ محمود. ايوه معاك يا استاذ. طيب بص يا استاذ محمود، انا ممكن افضل اتكلم سنه واثنين وخمسه وعشرة وخمستاشر وما زهقش، لاني عندي امل واضح قدامي انه لحظه من اللحظات سيتغير الشعب. تعالى بص على اي قضيه، تعالى بص على اي دوله، هل كان اللي بيحصل في أوروبا قبل ما تتحول الاتحاد وحروبهم مع بعض وموتهم وقتلهم وحروبهم التي لم تتوقف، دماء ما كانت تتوقف، مين كان يتوقع في يوم من الأيام؟ يا أستاذ حسام المصريين في جزء من المصريين وزع رز بلبن وحاجة ساعة لما ربعة والناس ماتت واتضربت. يا رئيس، وده الطبيعي في أي حتة، اللي عندنا عند كل الناس، اللي عندنا يا أستاذ محمود عند كل الناس عند كل الدول. يعني خليني أقول لحضرتك، في بعض من الأوقات أي من دول العالم المتحضر النهاردة كان جزء منهم شوية همج، وإيه اللي غير فيهم؟ غير فيهم القوانين، غير فيهم العادات، غير فيهم وضع القوانين الصارمة، في الآخر الناس تحولت واعتدلت واشتغلت وطالبت بحريتها خلاص. والله بقى استاذ حسام احنا نسال ربنا ان يورينا ان يورينا اللحظه ديت ولا الساعه ديت بصراحه، لان الواحد ده فعلا ده تعب. ده دور السياسيين بقى، ده دور السياسيين ربنا، ده دور السياسيين لما نشوف هم هيعملوا ايه، لكن احنا كاعلام وكقنوات بنحاول نادي دورنا، نوعي الناس، نوضح لها حقوقها احتياجاتها. والله انتوا كتر خيركم خالص، والله العظيم انتوا كتر خيركم خالص وتعبتوا خالص، وربنا يجازيكم خير باذن الله. ويعني انا مش عارف انتوا لو مش موجودين احنا اصلا جالنا احباط وكنا متنا خالص. لا لو لا انتوا مش موجودين كنا متنا. انا عمري ولكن هو يعني الحمد لله ان في حد برضك بيتكلم بلساننا، نحمد ربنا ونشكر فضله. بص يا استاذ محمود، انا عمري ما امل، انت عارف ليه ولا مش عارف ليه؟ عارف والله. ليه؟ عارف. انا شايف ان انا معايا الحق، ازاي امل وانا معايا الحق وربنا بيقول هينصر الحق حتى لو بعد امل طويل. انا مؤمن بربنا، واللي عنده ايمان بربنا، واللي عنده عزم، واللي عنده هدف واضح قدامه مهما كانت فيه قدامنا معوقات ومشاكل. في دوت واحد استاذ محمد منير رحمه الله عليه، ربنا يجازيه خير ان شاء الله ويجعل اخر كلامه في ميزان حسناته. يعني ده كان ذنبه ايه يموت؟ ذنبه ايه ان يمرضوه عشان يموت؟ صحيح. لكن لازم نفضل متمسكين باملنا، وان شاء الله الخير قادم. بشكرك جدا استاذ محمود. معانا استاذ سعيد من مصر. استاذ سعيد السلام عليكم. السلام عليكم استاذ سعيد. الو. السلام عليكم استاذ سعيد. ايوه سامعني يا فندم. ايوه مع حضرتك. انت على الهوا معانا يا فندم، اتفضل. ازيك يا استاذ حسام؟ الله يخليك، ربنا يبارك لي فيك، تسلم لي. اتفضل. صح، بفضل الله بخير. تحياتي لحضرتك ولكل القائمين على القناه. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لحضرتك. والله استاذ حسام يعني الوضع في مصر مزري لدرجه يعني ما حدش يتخيلها. نعم. فاحنا طبعا يعني تحيه للشعب التركي، لان طبعا شعب عارف هو بيعمل ايه ومطلوب منه ايه وعليه ايه. اما بالنسبه لثقافه الشعب المصري يعني طبعا كتير جدا. طيب. طبعا زي ما انت فاهم ان ما فيش فيه ثقافه. نعم، بس خليني اقول لك على حاجه طبعا يعني بتضحك عليه طبعا زي ما انت حضرتك بتشوف ايام الانتخابات وايام طبعا الكلام ده، ايام الحكومه ما بتعوز الشعب تعمل بتجيبه ازاي وبتمشي ازاي. طيب استاذ سعيد، استاذ سعيد والاستاذ محمود، عاوز اقول لكم حاجه مهمه جدا. الانقلاب اللي حصل في تركيا في 15/7/2016 الماضي ما كانتش اول محاوله انقلاب اطلاقا، كان سبقها عدد كبير من الانقلابات اللي عاشها الشعب التركي، وده مرارها صح، لكنه جه في لحظه من اللحظات استطاع ان ياخد قراره انه يمنع الانقلاب، لانه راى بعينه مدى التغيير
المدني داخل الدولة، وإنه بالفعل لما واحد مدني يمسكها مش عسكري بلدنا هتكون أفضل وأحسن. ما جاش من باب للطاء، كل ده جه بوجع وألم وخسارة ودم وحاجات كتيرة، لكن لما جات اللحظة خرج الشعب بكل قوة يقف قصاد الدباب يقول له ده مش مكانك، مكانك في معسكراتك، مكانك في حدودك بس. طيب خلينا ناخد استاذ ابو خالد من مصر. ابو خالد اهلا بيك. الو السلام عليكم استاذ حسام. اهلا بيك، ربنا يخليك، طمني عليك ابو خالد. ربنا يخليك يا فندم. والله بالنسبه للانقلاب العسكري اللي حصل في تركيا 2016، الفرق بينه وبين الانقلاب العسكري اللي حصل في مصر 2013، انا اتفق مع الاستاذ بغدادي والاستاذ اللي اتكلم بعديه ان يا فندم الوعي يا فندم، ان الشعب التركي كان عنده وعي. لما اردوغان اتكلم حضرتك في التليفون واتصل وقال للشعب ينزل، الشعب كله نزل وقف قدام الدبابات، منع الانقلاب العسكري انه يحصل، وقف قال لك لا مستحيل الانقلاب يعدي على جثثنا. يعني يا فندم هم رفضوا الانقلاب العسكري، فضلوا الموت على الانقلاب العسكري. اما النخبه عندنا في مصر في 2013 رقصت على الدماء يا فندم، النخبه عندنا رقصت على الدماء لما الجيش ضرب المعتصمين في رابعه والناضه وضرب المعتصمين في الحرس الجمهوري. يا فندم في ناس عندنا لغايه دلوقتي بتصدق النظام العسكري المجرم اللي احنا بيحكمنا حاليا. لا حول ولا قوة إلا بالله. وقتنا هذا شايف منه ايه يا ابو خالد؟ يعني هو شايف منه ايه خير؟ فهمني، يعني يمكن احنا في حاجه مش شايفينها ولا حاجه. مش شايف خير، لكن هو مش شايف العكس. يعني هو مش شايف في اي تحركات مننا احنا. يعني احنا بيتاخد مننا نهر النيل، بيتاخد مننا الجزر، اتاخدت مننا 40,000 كيلومتر في البحر المتوسط، اتاخد مننا الغاز لمصلحة إسرائيل، كل ده وكل الناس شايفة ده، ما فيش حد اتحرك. يبقى الوعي يا أستاذ حسام هو الوعي. طيب. في تركيا الوعي كان شديد، ليه؟ لأن في تركيا فندم حصل انقلابات في سنة 60 وفي سنة 80، الشعب مرضيش بالانقلاب العسكري، وفي التسعين كان في انقلابات كمان، وفي التسعينات كان في انقلابات. طيب ماشي، بشكرك أبو خالد، وبرضو ما زلت بتتكلم في نفس الحتة اللي احنا بنتكلم فيها. سيأتي الوقت والموعد المحدد اللي الشعب فيه يقوم وينتفض ويكون بيمتلك قراره وإرادته. طيب ناخد الأستاذ محسن من مصر.